السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم شرينا هديسة الدجاجة، صارت لهم عجاجة. نبقى اليوم طبعا عن الرومي وما يخص الرومي وكيف التعامل مع الرومي. والله طبعا عندنا اليوم 4 رقادات ما شاء الله تبارك الله. هذه وحدة تحتها 20 بيضة. شباب صوت صوت يا شباب. وهذه الرقادة الثالثة طبعا ما ضبطها مكان لهون. أصور هيك. هذا هو الجلبيب في المكان. ترى هذا منبر لا تكون خربانة. وهذه الرومية تسلتها 20 يوم. تحتها 14 بيضة دجاج و9 بيضات روم. توقع في انتاج جديد اول ما يفقص الدجاج. هذا واحد. سوسو تبي هنا في غيره. هذا تحت بيض براهمة، يعني انواع واشكال منوع. بيض رومي، بيض الرومي باقي له 6 ايام والدجاج بدأ بالتفريق. فيهم ظلالات ما بينا نرى. ما شاء الله تبارك الله. وين عاد ما بدا بيض الرومي. الله يرزقكم. الله ونص سيسانها اختفوا، بس ما ادري وين اختفوا. يعني فيهم ذره مجروسه وبرسيم اكبر. نص سيسان اختفوا. اللي عنده سيسان ودها زيادة نمو وزيادة قوة يحطهن بيض مسلوق. هذا سيسان رومي ما شاء الله. وقشرة بيض حطها للدجاجة كبير. ينفع الدجاجة كبير. هذا أفضل علف للرومي اللي وده إنتاج بيض برسيم أخضر. يستانسهم وين الزبعد. سوسو مش دخل رجال، تدخل رجال، بس تدخل رجال. النساء يروح من النساء. ايوه ممتاز. شوف وجهه شوي يا شباب. شوف المزاز، شوف من يقطع المزاز الثاني. طبعا صارت ساخنة المعركة.
اكثر من فرشه. رضا المجنونيات رضا مزين. هذا كله نسوان كلهم من بطن واحدة. أنا اليوم سويت هالشبك للرومية الرابعة الرقالة. أحد يسألني كيف دخلت، سويتها يمشي حال لما تفرخ. هذا الشبك من برا وهذه الرقالة. يلا ادخلي بسلام، خذ رجلها. بسم الله. هذا جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصار عندنا رقادة رومي جديدة. هذا بيض الدجاج وهذا بيض الرومي. ودي أزبطها عشبة منشرة وأوريكم إياها. حطيت بطحة ومنشرة خشب وشوي تفل 18 بيضة. إن شاء الله إنه يوسع الصندوق هذا. وهذه تعالي سويت السمكان على كيف كيف. شوف الدكور كيف مقطعة ظهرها، يحسبونها تطلب التزاوج. ما دروا ان مسكينة تبغى عيال. لقيتها وناسة. هذه نشوفكم بعد 26 يوم ان شاء الله. مع فروخ. اليوم رقدت عندي رومية وحطيتها هنا. عندي وبرا. والله خلصت الاماكن عندي. ما عندي الا مكان حاضر يمشي حال لا يتفرغ.